نعرف تفاصيل اكتر معانا على التليفون الاستاذ حسن خلف وكيل وزاره الشباب والرياضه بالبحر الاحمر. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا جماعه. اهلا بحضرتك. في البدايه عايزين نعرف ايه ابرز الفعاليات اللي موجوده في المهرجان يا فندم؟ ابرز الفعاليات اللي موجوده في المهرجان عندنا ان شاء الله انطلاقا من امس تم اطلاق طبعا الماراثون. ده كان اول فعاليه تمت ومشاركة أكثر من 12 جنسية مختلفة، عبارة عن 1000 متسابق في الممشى السياحي أشهر معالم مدينة الغردقة. مهرجان البحر الأحمر بيتضمن أكثر من 12 فعالية، في منها يبدأ إن شاء الله من مدينة دهب يختم في البحر الأحمر، وفي منها يبدأ من شرم الشيخ يختم في البحر الأحمر، وفي منه أحداثه كلها في البحر الأحمر، كلها أحداث رياضية تشمل 12 حدث متميز جدا من كبرى الشركات العالمية، حتى الطيران الشرعي داخل معانا في الاحداث الجميله دي. عندنا السيارات، عندنا الدراجات، عندنا المشي، عندنا الجري، عندنا الدراجات طبعا. العديد والعديد من الفعاليات، 12 فعاليه ان شاء الله تبدا من بدات بناء تنتهي في شهر 4 القادم. ان شاء الله يعني يستمتع بها اكثر من 12 جنسيه مختلفه. تنتهي في شهر 4 القادم؟ لحد شهر 4 القادم ان شاء الله. ان شاء الله. طب يا فندم، ان شاء الله بالامس. اتفضلي يا فندم. يعني بس هينتهي، حضرتك بتقولي ينتهي شهر 4 القادم، مظبوط؟ ان شاء الله يا فندم. طيب يعني دي مده طويله قوي يا فندم. حابه اعرف من حضرتك يعني ازاي هيتم تنسيق المده دي، او هل مثلا المتسابقين هيبقوا موجودين كل هذه المده؟ لانه احنا شايفين فندم الاحداث حضرتك، الاحداث مختلفه. كل حدث مستقل بذاته، فتبقى الماراثونات والاحداث الايفنتات الرياضيه ممتده من اول امس افتتحت الحمد لله، ونستمر في الاحداث دي بتربط اكثر من 10 محافظات ببعض. احداث رياضيه كثيره جدا ومتنوعه، في منها ماراثون هيبدا ان شاء الله من مدينه دهب ينتهي في البحر الاحمر زي ما شرحت لحضرتك. هيبقى عندنا اللي هو الدراجات مثلا، هيبقى عندنا مثلا الدراجات البخاريه طبعا، هيبقى عندنا ماراثون ثاني يبدا ان شاء الله يبدا من بدايته في القاهره يختم في البحر الاحمر اللي هو استعراض السيارات الرياضيه. عندنا الطيران الشراعي هيبقى معظمه في مطار الجونه ان شاء الله، والباقي الاحداث كلها هتاخد فتراتها الزمنيه. المهرجان ما شاء الله البحر الاحمر يستمر معانا عده شهور كده باستمتاع جميع السائحين، واكثر من زي ما قلت 12 جنسيه مختلفه. عظيم. احنا دلوقتي في النسخه الثالثه يا فندم، ايه المختلف في هذه النسخه عن النسختين اللي فاتوا؟ ان شاء الله المختلف في النسخه طريقه الاداء هتختلف بالنسبه لشركات الرعايه اللي بتؤدي المهرجان. الهدايا هتزيد اكثر من كده، التحدي وصل بيهم المسافات هتبقى اطول من الاول. يعني في عندنا ماراثون كانت بتبدا ب 7 كيلو و8 كيلو، هتخلصها 12 و13 كيلو. العديد الطيران الشراعي ادخل مفاجاه جديده هيعلن عنها في حينه، كان امبارح مؤتمر صحفي كان على الجديد بقى كمان، ان احنا عملنا مؤتمر صحفي في جزيره الجفتون لاول مره في تاريخ البحر الاحمر. جزيره الجفتون سياحيه ممتازه دي جميله، يتعمل عليها مؤتمر صحفي كبير بحضور معالي الاستاذ الدكتور اشرف صبحي الداعم طبعا الرئيسي للفعاليات الرياضيه في كل مصر، بمناسبه الدعم طبعا السيد المحافظ اللي هو عمرو حنفي. وبصراحه العديد من الجهات ساعدتنا جدا في التصريح ان احنا نقدر نعمل على جزيره الجفتون اللي هي من اعظم المعالم السياحيه الموجوده في البحر الاحمر مؤتمر صحفي بالامس. طيب استاذ حسن، يعني الحقيقه ان الفعاليه دي يعني زي ما حضرتك بتشرحها كده هي فعاليه مهمه جدا، خاصه كمان وجود عدد متسابقين كبير من جنسيات مختلفه وايضا انشطه مختلفه، لكن عايز اعرف من حضرتك في النسخه الثالثه فكره الترويج للفعاليه دي تم ازاي؟ حضرتك الترويج بدا زي ما قلت لحضرتك كده بالمؤتمر الصحفي اللي اطلق بالامس، وجميع الشركات اللي معانا اكثر من 13 شركه عندهم مواقع على مستوى العالم كله، مواقع اخباريه متميزه جدا ومواقع اعلانيه، وبدانا الحمد لله التسجيل والترويج لكل الاحداث، كل حدث على حده عشان المشاركين ان شاء الله يسجلوا. ووصل لدول كثيره جدا 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 الاعلان عن الاحداث، وطبعا الدول المهتمه بالمشاركه في دول معينه كده بتبقى دايما معانا كل سنه ومهتمه جدا جدا بالمشاركه. ما شاء الله السبونسر بتوعنا شركات عالميه، وبصراحه من ضمن المميزات اللي موجوده الدوله ما بتتكلمش مليم في الموضوع ده، بالعكس ده الشركات بتكسب كمان من ورا المشروع.
ترويج السياحه يا فندم في البحر الاحمر. طبعا من اهم مميزات البحر الاحمر والغردقه وسانت كاترين ودهب، كل دي بتبقى فيها احداث خاصه بايرون مان كلها حاجات بايسكل والطيارات. لا حضرتك مستهلكين كتير جدا على مستوى دول العالم. عظيم. استاذ حسن، زي ما حضرتك ذكرت ان في دول مهتمه بالمشاركه وكل سنه بتكون موجوده، هل في شروط معينه للمشاركه في هذا المهرجان؟ فانه كل حدث من الاحداث شروطه بتبقى خاصه بيها، مثلا بايسكل البايسكل مفتوح لكل الاعمار، احنا ما بنحددش مثلا اعمار معينه. بالنسبه للدرجات، الدرجات البخاريه طبعا معروف الناس الهاويه جدا لموضوع الدرجات البخاريه. في حاجه جديده كمان جميله قوي، موضوع العربيات والصيانه والاكسسوارز والحاجات دي داخله معانا جديد السنه دي، ان يبقى في كمان في الايفنت بتاعنا شرح كامل للعربيات المعدله. العربيات المعدله ما كانش تلاقي مكان في مصر الاول تلاقي مجال فيه، في الايفنتات اللي موجوده دلوقتي بصراحه برعايه شباب الرياضه اصبحت بتنطلق في كل شوارع مصر، وصراحه بمعاونه وزاره الداخليه معانا بقى في تصاريح للعربيات المعدله في مصر، واصبحت بتلاقي اهتمام كتير وكتير من الشباب. جمهورها كبير جدا يا استاذ حسن بالمناسبه. جمهورها كبير جدا جدا، وبيتعمل لها ايفنتات كتيره جدا يا فندم، فالوزاره طلعت ان احنا كمان نهتم وننشر الرياضه الجميله دي ونساعد الشباب ونوجههم للحاجات اللي بيحبوها، ودي من اهداف الوزاره اساسا. طيب استاذ حسن، حضرتك ذكرت اكتر من مدينه بيقام فيها فعاليات مختلفه في هذا المهرجان او هذه الفعاليات، بس عايز اعرف من حضرتك فكره تاهيل هذه المدن. احنا بنتكلم في الجونه، الغردقه، الدهب، زي ما حضرتك قلت الاستعدادات كان شكلها ايه؟ حضرتك هي الاستعدادات قادمه، كنت احنا بدانا بالماراثون المشي والجري العادي كان موجود في الممشى السياحي، كان الاستعدادات بقى لنا اكثر من 4 أو 5 أيام بالهند دي في مدينه الغردقه، وده كان البدايه. المؤتمر الصحفي اللي اتعمل عشان باقي الفعاليات والاعلان عنها في جزيره الجيم ده خد مجهود كبير جدا 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 من وزاره الشباب ومديريه الشباب والرياضه، وانا بالمناسبه بشكر جميع زمايلي اللي شاركوا في المجهود العظيم ده، ان يبقى مؤتمر صحفي بالحجم ده والعظمه دي على جزيره الجيم، فده شيء عظيم جدا جدا جدا. عظيم. احنا دايما لما بنعمل مهرجان بيكون عنده اهداف، والهدف من هذا المهرجان في هذه المدن السياحيه هو بكل تاكيد الترويج للسياحه. مردود هذا المهرجان بعد النسختين اللي فاتوا كان عامل ازاي؟ فندم الترويج السياحي احد اهداف المهرجان، مش هو الاساس برضه في كل الاحوال. احنا عندنا الترويج السياحي مهم جدا جدا جدا، لكن ممارسه الرياضات المختلفه والاهتمامات المختلفه للشباب المصري كمان بالمشاركه مع الشباب الاجنبي، ففي تبادل خبرات بيتم خطير جدا وممتاز جدا في الموضوع ده، ودي حاجه احنا بنهدف اليها، والوزاره دايما بتحب تدمج الخبرات مع بعض. فده برضه من الاهداف الممتازه وامتاع الشباب وتحقيق رغباتهم وهواياتهم يا فندم. تمام، نشكر حضرتك جزيل الشكر استاذ حسن خلف وكيل وزاره الشباب والرياضه بالبحر الاحمر، حقيقه مجهود كبير جدا، ويمكن محتاجين طبعا انشطه مختلفه وفعاليات مختلفه ان كانت رياضيه، ثقافيه، فنيه، اكتر للترويج للسياحه في مصر.